ثلاثة أهداف، عشان كده أنا هحاول سلايدز أحطه بقول فيه إن أنا رصاص ده an entirely biased presentation based on my view of the work of my يعني أكيد مش دي كل الأبديتس ولكن دي ما أظنهم important in my opinion يعني. I tried in this to cover I tried to listen to cover some different congresses. يمكن الكونغرس الأخراني اللي هو كان الأسبوع اللي فات في مدريد I tried to cover a few of its updates لأن هو هنتكلم عليه يمكن بالتفصيل أكتر شوية قدام شوية في المؤتمر السنوي أو في المؤتمر الزرع إن شاء الله دكتور أيمن الفاعل يكون موجود. I will speak in the next 20 minutes about the biomarkers, the overcoming organ shortage, microbiota, features of innate cells, risk of end-stage renal disease for living donors, and hope for sensitized recipients. Biomarkers, since long time we are hearing about biomarkers, but they don't bypass randomized multi-center trial. يعني most biomarkers بتلاقيها منشورة في رسائل ماجستير أو دكتوراه أو في أبحاث كده مفردة وكونها انها تبقى implementation in the clinical practice هو ده الحقيقه اللي احنا منتظرين. فكتير من الحاجات اللي احنا بنقولها بنجد ان هي موجوده ولكن مش بتطبق في الحياه العمليه. فيمكن اللي انا حاولت ان انا اختارهم هيكونوا حاجات ابتدت يبقى لها تطبيق عملي شويه، يعني بحيث ان هي ممكن تخلينا في الميونوسبريشن going a little bit more towards what we call precision medicine or treatment of the patients according للكونديشن بتاعته بحيث ان مش كل الناس تبقى ماشيه على سيمفوني بروتوكول او ماشيه على بروتوكول واحد شبه بعضها ولكن we can adjust according to the biomarker profile the patient pattern. اهم البايوماركرز تبقى ماركرز اوف ادهيرنس يورينري مسنجر ار ان اي موليكولار مايكروسكوبي وده كان عليه كلام كتير قوي في المؤتمر الاخراني من الفريق بتاع كندا ولكن اعتقد انه عشان يصل لمصر قصه الموليكولار مايكروسكوب لسه قدامها شويه تريننج يعني. التورك تينو فايروس هنتكلم عليه شويه. السوليبل باف بي سيل اكتيفيتنج فاكتور الكيمو كاينز 9 و10 الانترفيرون جاما سبوت الاي سبوت تيست الاتش ام اي انتي بودي تيست الابيتوب ميس ماتش الترانسكريبتومكس والجينومكس دي في تو تيست مهمين ابتدوا يبقوا مور اور ليس ماركتد اللي هم الالو شور تيست والالوماك تيست وفي نتائج البوكار ستادي اللي هي بقى لها فتره طويله بتدور على بايو ماركرز فور فايبروسيس اند كرونيك ريجكشن ابتدت تنشر سبيشالي في ذا لاست ترانسبلانت كونجرسز. تعالوا نشوف بعض من هؤلاء الماركرز اللي ممكن يبقى لهم ابلكيشن. اول حاجه اسمها التورك تينو فيروس. التورك تينو فيروس ده correlates with the overall degree of immunosuppression. So you expect TTV level to be little أو high حسب العيان over immunosuppressed أو less immunosuppressed. In a way شبه قصة البي كي اللي الدكتورة مي لسه قايلها من شوية. احنا بنقول البي كي هيبقى موجود امتى؟ لو العيان over immunosuppressed. فنفس الفكرة نفس الأيديا يعني. ولكن الحقيقة ده ابتدى يبقى في البداية في اللانج ترانسبلانتيشن ده ليه امبورتنس مهم بعدين ابتدت من اللانج ترانسبلانتيشن يلاقوا له فاليو امبورتنت وريسك ريشيو عالي اب تو 0.9 فيرسس الحاجات الثانيه وبالتالي يعني ليه دقه جيده في الكيدني ترانسبلانتيشن في البنكرياتيك ترانسبلانتيشن. تاني الحقيقه تيست هو السيل فري دي ان اي اند اكتف ريجكشن ان كيدني الوجرافت وده عليه بابليكيشنز كثيره جدا من 2017 و2018 ولقوا ان السنسيتيفيتي بتاعته 85% يعني تعتبر سنسيتيفيتي جيده وطبعا الايديا بتاعته ان انا بلاقي the presence of the donor DNA اللي هو موجود في الجرافت present in the plasma of the recipient. ف if you find much of the donor DNA in the plasma اللي هو هنا باللون الاحمر لو لقيت كتير منه this means rejection
ولو لقيت قليل منه this means a quiescent graft ببساطه. فهذا السال الفري دي يعني الحقيقه بقى تيست عليه publication كتير. دي example من البلس ميديسن امباكت على الجرافت درايف سيلف دي ان اي نان انفيزيف ايرلي ريجكشن اند جرافت دامج ماركر ان ليفر ترانسبلانت مش بس في كدني. والاول بيكورليت مع تايم اوف ذا ريجكشن، بمعنى انك انت if there is no rejection you find low level, when there is rejection you find high level, when you treat rejection it comes again to low level. وبالتالي كمان بيديك البروجنوزز how it is going. وبالتالي ابتدوا يعملوا ماركت تيست اسمه الالوشور تيست. وهذا الالوشور تيست بيبقى جريد 0 او 1 او اكثر من 2 عشان يشوف الميجرمنت بتاع السيلف ميديان. والناس الحقيقه اللي اشتغلوا في هذا الكلام منهم الدكتور مدحت عسكر، يمكن احنا داعيينه للمؤتمر الجاي بتاعنا دكتور ايمن، مشكله هو البيلو جروب من كان من الناس الرائدين في هذا الموضوع. بعد كده احنا بنقول انه طول عمرنا عندنا ديلي شويه في الدياجنوزس اوف كرونيك ريجكشن، بمعنى اننا بنلاقي جرافت از لوست افتر 8 تو 15 ييرز، وبنلاقي عندنا بنسميها اسامي كثيره من زمان بنسميها كرونيك الوجرافت نيفروباسي او افتا او اي اسم من الاسماء دي، ولكن على بال ما نشخصها بناخد وقت طويل. فالحقيقه على مدى السنوات اللي فاتت كان في جيناتيك ماركرز ستاديز كتيره جدا بتحاول تشوف ايه هم اهم الجينز اللي ممكن يقولوا لنا ان ده جرافت هيحصل فيها بعد كده كرونيك ريجكشن. ووصلوا في ريسنتلي نشرت نتائج البوكار ستادي اللي هي بقى لنا كذا سنه بنسمع عنها، ولقوا انه هناك سيت اوف جينز 13 جين. هؤلاء ال 13 جين لو تاخدوا بالكم الجدول ده الاكيوريسي ان دايجنوزنج ريجكشن is 0.9 as compared to 0.7 clinical only or 0.6 clinical and pathology. بالتالي ال diagnostic accuracy بتاعتهم اعلى to predict the fibrosis عن ال clinical and pathology. فالمجموعة بتاعت ال GOCAR 13 gene set دي هتبقى من الحاجات المفيدة في ال diagnosis in the future. وده كان ال GOCAR group. احنا بقالنا كتير برضه دكتور حسين دايما يجي يقول كده في ديبيت اباوت ذا سي 1 كيو، فاكر يا حسين؟ اخر حاجه بقى خالص دي لسه في مدريد الاسبوع اللي فات، دينيس كلوس من الباريس ترانسبلانتيشن جروب لقى ان هناك ريليشن جيده ما بين السي 1 كيو والانترستيشال فايبروسس. هو ده بقى يعني حسب القصه، بمعنى عشان نفكركم بالقصه احنا بيبقى عندنا بعد الزرع انتي اتش ال اي دونر سبيسيفيك انتي بودي دي اس اي، مش كل الدي اس اي بتبقى انجوريوس، الدي اس اي اللي هي بتبايند كومبلمنت هي اللي بتبقى وحشه سبيشالي السي 1 كيو، وفي ناس قالوا كمان السي 3. ولقوا انه السيفير افتا لما قارنوا الناس اللي عندهم سي 1 كيو بوزيتيف هنا باللون الغامق فيرسس سي 1 كيو نيجاتيف باللون الفاتح، وشافوا البانف سكور في الجلوميرولايتس والبريتيولر كابيلارايتس والانترسيشن انفلاميشن والفيبولايتس، وجدوا ان هناك فرق سيجنالي سيجنيفيكانت ما بين الناس اللي عندهم سي 1 كيو بوزيتيف وسي 1 كيو نيجاتيف. زوز هو هاف سي 1 كيو بوزيتيف هاف كل حاجه عندهم از اكزاجريتد، الفيبروزز اكتر، الجلوميرولايتس اكتر، الكابيلارايتس اكتر، اند سو اون. وبالتالي it is still important nowadays to monitor for the C1Q although the debates اللي كانت بتتعمل عليها قبل كده. برضه نفس الباريس ترانسبلانت جروب دول ناس فيري اكتف الحقيقه. هنا اوليفييه اوبير قدم برضه في مدريد حاجه مهمه قوي على الترانسبلانت جلوميرولوباثي. الترانسبلانت جلوميرولوباثي ببساطه في الباثولوجي بتلاقي فيه دبل كونتور وبيبقى حاجات كتيره قوي، كان الدكتور اوسام اتكلمت عليه في الصبح مش كده؟ لقوا ان في ثلاثه overlapping causes for the transplant glomerulopathy. ممكن يبقى انتي بودي mediated ريجكشن، وممكن يبقى في associated تي ام اي، وممكن يبقى ام بي جي ان. هم دول الثلاثه overlaps اللي بيحصلوا مع الترانسبلانت glomerulopathy. لكن الناس اللي عندهم بيور ترانسبلانت glomerulopathy من غير اي overlap لا يتعدوا ال 15% اللي هم اللي طالعين في الدياجرام دول باللون الروز.
لقوا الناس دول الحقيقه قعدوا يستدي بايوبسيس في فرنسا وفي كندا، ثلاث اماكن في فرنسا ومكان في كندا لمده 10 سنين من 2004 الى 2014. وجدوا ان في خمس انواع، يعني مش كلهم اتحطوا في سله واحده. في خمس انواع سموهم different types، او عشان يقعدونا شويه سموهم different archetypes. archetype 1 to 5. وقالوا ان archetype 1 ده جراف سرفايفل بتاعته حلوه جدا، وارشيتايب 5 جراف سرفايفل بتاعته ايه؟ وحشه جدا. يبقى مش كل ترانسبلانت جلوروبس يتحط فيه جوه واحد، ممكن يبقى مايلد، ممكن يبقى سيفير، ممكن يبقى ايزوليتد، ممكن يبقى اسوشيتد مع تي ام اي او ريجكشن او ام بي جي ان. ده بارت 1 اللي هو البايو ماركرز، وشفنا ازاي البايو ماركرز. نرجع تاني نستخدم سي 1 كيو، نرجع تاني نستخدم الحاجات الجديده اللي هي زي الدورز سبيسيفيك ان شاء الله. تاني بارت في التوب بتاعي على الديسكريبنسي بين ذا ديماند بالنسبه للاورجنز والسبلاي. كلنا عارفين ان there is a big discrepancy between what we need and what we have. احنا بنزرع اقل بكتير جدا من احتياج العالم، وعشان كده we should reconsider the older organs and novel preservation and perfusion techniques. مؤتمر مدريد الحقيقه كان فيه كلام كتير قوي على البرفيوجن تكنيكس، النورمال برفيوجن اللي هو مش سائع، ما تستخدمش الكورد فلود، وفي نفس الوقت الكونتينيوس اباريتسز اللي بتعمل برفيوجن سبيشالي في الكادافيريك ترانسبلانتيشن. وكمان كان في كلام على الاولدر اورجنز، ازاي تستخدم الاولدر اورجنز، بمعنى انك تتقبل انك تاخد اورجنز with less quality. فده بيخلينا نراجع وات وي كول ذا كيدني دونر بروفايل اندكس او الكي دي بي اي. المفروض ان احنا لا نقبل بالكي دي بي اي الارقام العاليه نرفضها. ده ان جنرال يعني كل ما الاقي الكيدني دونر بروفايل اندكس رقم عالي نقول ان انا مش عايزين ناخد هذا الدور. وطبعا ده بيتوقف على الايج والجندر والهايت والكوز اوف ديث والديزيز اسوشيشن سواء هيباتيتس او دايابيتس اند سو اون. ف there is a general trend nowadays in the world to accept those who have a KDPI 85 فاكثر بعد ما كانوا بيترفضوا. طبعا احسن دونر هو ليفنج دونر. يليه اللي هو KDPI قليل من 0 ل 20، من 21 ل 85 ده مش حلو قوي، اكثر من 85 ده وحش، ولكن مع الازمه الاقتصاديه في الايه؟ في الاورجنز بقوا يقبلوا الاورجنز الوحش. ده الطريقة الثانية ان انا اخد الاولد اورجن واحاول ان انا ارجعه يانج اورجن. طب ازاي ارجعه يانج اورجن؟ اديله عقار بتاع انا اصلا اللي هو بتاع الشباب. فازاي بقى العقار ده؟ اسمه سينوليتك دراجز. سينوليتك دراجز ار سمول مولكيولز بيسموها كده بيكوز ذي تارجت ذا سينيسنت سيلز، ذا اولد سيلز، ويخلوها تموت، يعملوا فيها ابوبتوزس. وبالتالي يدوا فرصه لليانج سيلز انها ايه؟ تتكاثر وتبقى كويسه. فقالوا احنا لو جبنا فار وادينا له السيموليتد دراجز دي في الهارت بتاعه، وبعدين زرعنا الهارت ده بعد ما بقى فيه سيموليتد المنتس، هيعيش كويس جدا، وهيبقى جرافت بتاعت قلب الفار المنقول هيعيش ماني دايز، ف prolong the graft survival of older hearts. ولقوا ان الموارد اللي بيستخدموها كسيموليتكس، وده كلام كتير في الريسيرش ناو دايز، مواد كتيره زي الكويرسيتين والبروجنومين والفايزيتين، ولسه كل دي اندر ريسيرش، ولكن في ايديا ان انا امانيبيليت الاورجنز باي جيفنج سيموليتك تريتمنت. كذلك ممكن ادي سيمباستاتين، كذلك ممكن اعمل رينال بروتكشن اجينست اسكيميا ريبرفيوجن باي ان انا ببساطة كده أخلي العيان أقفل الكف على إيده 5 minutes on the upper arm followed by 5 minutes deflation، وأعمل الحكاية دي خمس مرات وتابعوا العينين لمدة 5 سنين. فهذا البروسيجر بسيط جدا، بعد 5 سنين من ريموت اسكيميك بري كونديشننج لقوا إنه الناس اللي عملوا لهم الريموت لقوا إنه الجراف سرفايفل أو الجي اف ار بتاعهم بالأسود أحسن من الناس اللي ما عملوهمش هذا البروسيدور اللي هو بالاحمر. يبقى فيري سيمبل بروسيس ممكن يجيب نتائج مش مضمونه. طبعا ده ستيل نيدز بيجر ستادي علشان
يثبت الكفاءه بتاعته. الثيرد بارت ان ماي توك هو الامباكت اوف مايكروبيوتا. وببساطه احنا عندنا جود اند باد بكتيريا. والستول كومبوزيشن ديفر بين ذا نورمال ذا بريجننت اند ذا كوليتيك مايس. ولقوا انه احسن حاجه احسن ستول الحقيقه هي بتاعت البريجننت مايس. ففكروا ان انا ممكن اعمل commensal colonization is sufficient to accelerate the skin graft rejection لو كانت دي الباد بكتيريا. وعلى the other hand if I give the stools that impregnant mice improve the function and prolongs the kidney allograft survival in mice. فطبعا ده ممكن يبقى في future research له قيمة. What are the features of the innate cells؟ احنا بقى كتير بنتكلم على ال T lymphocytes وال B lymphocytes وبننسى الماكروفاج. مين الماكروفاج؟ are associated with acute rejection. ودي كانت ستادي معموله 8 داتا سيتس على اكثر من 1250 رينال بايوبسي بتقول انه ال M1 inflammatory macrophage is a strong signature correlated with the CRM scores وبالتالي associated with acute rejection. فمهم اننا نبتدي نبص على هذا الكلام. وكذلك ال FOXP3 و T-Rex cells are under a new system control master regulator اسمه ال CoREST. ويمكن ده التفاصيل بتاع الكنترول بتاع ال CoREST للموضوع. ال exosomes برضه من الحاجات اللي كان عليها في البيزك ساينس كلام كتير. isolated from sera of rejected syngenic graft induces rejection. والموضوع بتاع الاوتوفاجي. وطبعا الاوتوفاجي ده موضوع كبير جدا. ممكن الدكتور حسين ادانا محاضره قويه عليه من كام سنه. الدكتور بشار برسوم برضه ادانا محاضره عليه السنه اللي فاتت قويه جدا. وابتدى يبقى في ثيرابيوتيك بوتنشال ادريسنج اوتوفاجي. في حاجات بتستيميليت الاوتوفاجي في حاجات بتقلل الاوتوفاجي زي الرابامايسين والميتفورمين والليثيام والمينوكسيدين والكاربامازيبين. اند اون ذا اذر هاند في حاجات ثانيه زي الكلوروكوين والبروتييز انهبيتورز والفينبلاستين اند سو اون. فهذا البالانس بين الحاجات اللي بتزود الاوتوفاجي او بتقلل الاوتوفاجي بقى بيستخدم في الثيرابي. اخر خامس حاجه هي الاميونو سبريسر. بنسال نفسنا دو وي هاف ان ايديا الاميونو سبريسر ناو؟ الحقيقه الايديا الاميونو سبريسر لازم يحقق حاجات كتير قوي. Should be efficient preventing rejection and PSA. No metabolic, لازم يكون metabolically neutral. No nephrotoxicity. Ensures compliance, يعني العيال ياخدوا مرة في اليوم مثلا أو يعني كل أسبوع ولا حاجة. Improves patient and graft survival. فطبعا للأسف احنا لسه لم نصل إلى الأيديال immunosuppression ولكن في محاولات مختلفة. فتعالوا نشوف الأميونوسبريسيفز اللي عندنا دلوقتي، هل حاجات منها ابتدت تقترب من الأيديال immunosuppression أو نوت. في كلام على إنه البروجراف أو التكرونيموس دي different pharmacogenetics and different people. ولقوا الحقيقه ان الناس اللي عندهم high fluctuation in the metabolism of tacrolimus اكثر من 25% دول بيجي لهم rejection. والناس اللي نازل في المستوى بتاع التاكرونيمس اقل من خمسه لما يقيسوا بيجي لهم rejection. يمكن دي كانت من الابحاث اللي اتقالت في مدريد قريب. Why? Because they have different expression of the cytochromes اللي هو زمان كنا بنسميه 450 وغيروا اسمه دلوقتي بقى CYP3A5. فده من ضمن الفاكتورز اللي بتخلي الناس بتختلف في الجينيتكس بتاعت الدواء. كذلك الامتور انهبيتور النيفروتوكسيستي بتاعتها بتزيد لو العيانين بيشربوا جريب فروت. الترانسفورم ستادي اتنشرت في 2 years ستادي بتاعتها. انتوا طبعا عارفين الترانسفورم بتعمل كومبانيشن من التاكرونيمس والايفيرولوجس. ونشروا السنه اللي فاتت النتائج بتاعت سنه قالوا انه كويس، هم السنه دي قالوا بقى سنتين برضه كويس، less instance of viral infection ولكن ما اعتقدش انها فرقت قوي في الحقيقه. بقى جابوا ستادي ثانيه نوفارتس جروب سموها الاثينا ستادي، والاثينا ستادي دي اتقالت في مدريد الاسبوع اللي فات. وقالوا الاوتكم اوف الوجرافي فانكشن افتر 12 مانس ويز ايفرولوجس بلس. هنا بقى رجعوا لصديقهم القديم اللي هو كان دكتور ايمن سايكوسبورين. قال لك اشمعنى سايكوسبورين يعني مش هندخله في ستادي؟ ما هو لما قالوا ترانسفورم قال لك هي نوفارت سابت سايكوسبورين. بتتكلم دلوقتي تاكرونيمس انترونيمس. فرجعوا بالاتينا يحاولوا نفسهم فقال لك ايه؟ لا ده في ارمز، واحد من الارمز في سايكوسبورين مع ايفيرولوجس
والتاني في تاكرولوجس مع ايفرولوجس، والتالت كلاسيك خالص اللي هو السيمفوني اللي احنا بنشتغل بيه اللي هو تاكرولوجس ام ام اف. وطلعوا الثلاثه ايه زي ما انتم حضراتكم شايفين زي بعض. الحقيقه انا اي هاف كويشن مارك على النتائج، لانه بصوا هنا الفولو اب اوف ذا بروتينوريا سواء النفراتك رينج اوف بروتينوريا او المايلد بروتينوريا مطلعين الثلاثه زي بعض. قد يكون الثلاثه زي بعض لان الفاكتور يعني قد يكون اثنين منهم زي بعض اللي هو الجروب اللي فيه ايفرولوجس ده، لكن صعب قوي الجروب الثالث اللي ما فيهوش ايفرولوجس يكون زيهم في درجه البروتينوريا. فدي بتحط كويشن مارك على الاستادي لحد ما. لكن هم اتليست فور 12 مانس بيقولوا ان الثلاثه زي بعض. برضه في انذر ادهير ستادي اسمها ادهير لانها سهله قوي في ان العيان ياخد حبه سيرولوجس وحبه لونج اكتنج تاكرولوجس اللي هو الالفاجراف، ولقوا النتائج بتاعت حبه من ده وحبه من ده يعني وانس بير داي قصدي وانس بير داي از اكزاكتلي لايك لو ادينا توايس بير داي في الكلاسيك بروتوكولز، فممكن تبقى في كومبلاينس دي احسن. طب نكمل بالاستيرويد ولا لا؟ احنا عارفين طبعا الهرمون ستادي قالت ان هو لو انت وقفت الاستيرويدز افتر 1 ويك يو ماي ديكريز ذا انستنس اوف دايابيتس ميليتس. لكن الديلا تسات الحقيقه نشر بالذات مش في الدي تي اس في الاخير، في الاليتا الاخيره اللي كانت في كوبنهاجن ذا فولو اب اوف 7 يير فولو اب اوف ديلا تسات، ولقوا انه الديلا تسات از ذا فيرست اميونو سبريشن تو شو امبروفد اوفرول جراف سرفايفل 7 ييرز فولو اب according to the Vincenti group. زي ما انتم شايفين هنا نتائج البيلا بتقول ان انا عندي 87% patient and graft survival versus cyclosporin 78%، الفرق بينهم حوالي 10. يعني طلعوا ان نتائج اللونج تيرم بعد 7 سنين لو اديت للعينين بلا تسات النتائج هتبقى احسن. هذا الكلام عليه حاجات بروز وحاجات كونز. ايه البروز اللي فيه؟ او الكونز اللي فيه الكوست اوف ذا دراج، النون افيلابيلتي اوف ذا دراج الاوريشن حتى هذه اللحظه، مور ايرلي ريجكشن وذ ذا بيلا، اند نو لارج راندمايزد كنترول ترايل وذ تاكرولوجس، ما عملوش كومباريزون مع تاكرولوجس. لا وكمان انه احيانا الناس دول بيجي لهم ريزيستنس وبيبقى عندهم هاير انستنس اوف انفكشن. بس هم قالوا الناس اللي بيجي لهم ريجكشن هم الحقيقه اللي ليهم باترن معين اسمه سي دي 57 بي دي 1 سي دي 4، يعني اللي عندهم هذا الكلام ما ياخدش بلا تسات. فتقريبا لازم عشان تدي للعين بلا تسات لازم تعمل هذا الباترن. الاتراكتيف انديكيشن او بلا تسات in my opinion are thrombotic microangiography and recurrence of alpha SGS. لكن الحقيقه كان في ويف قويه جدا تاني مع البيلا تسات في نهايه في المؤتمر اللي فات بتقول لا ده الكوست ديوريشن بلوكيت هي اللي هتريبليس سي ان اي ويزن ذا نكست ديكيت، وان احنا عندنا دلوقتي 28 ستاديز فور بيلا تسات، وفي استيلس هتنزل حاجه انتي سي دي 40 وبي ان اس هتنزل حاجه انتي سي دي 28، وبالتالي وي ار ويتنج تو نيو ايرا اوف كوست ديوريشن دراجز يمكن يعني تقلل بعض الاعراض الجانبيه اللي احنا شايفينها من بيلا تسات. السيل ثيرابي ترايل احنا عارفين الوان ستادي اللي هي بتدي اي نوع من السيلز كنوع من الريبليسمنت، وكانوا اتنشر اللندن ستادي النتائج بتاعتها. النانو تكنولوجي كواي اوف انتروداكشن اوف ذا دراج. اخر حاجه الريسك اوف اند ستيج رينال ديزيز فور ذا ليفنج دونرز. الحقيقه اتس نوت وذاوت ريسك. احنا زمان كنا بنقول الدونر الليفنج دونر ما بيحصلوش حاجه خالص، لكن ابتدى يبقى في ستاديز كتيره جدا واهمها انه ان لارج كوهورت لقوا ان العيانين ممكن يحصل لهم زي ما انتم شايفين الكنترول بيجيلهم 0.006 instance of end stage renal disease، لكن الكيدي دونر 0.047 اكتر بكتير ولكن لسه قليل، لكن طبعا واضح ان في فرق ما بين الكنترول، فلازم نقول للعيانين انه there is a small absolute risk of giving your kidneys. Hope for sensitized recipients. اخر حاجه ان interleukin 6 inhibitor او 2 سيليزوماب كان عليه كلام كتير في المؤتمر الاخراني، وان ده ممكن يستخدم في الهايبر سنسيتيف بيشنتس، و
وكذلك ال اي جي ديجريدنج انزيم فروم ستريبتوكوكس او اللي هو بيسموه اي دي اس ان فيتو كونسيكونس، ده بيفرتك الانيميو الانتي بودي الاميوجلوبين. احنا بنقول دلوقتي دول سبيسيفيك انتي بودي هي اللي بتهاجم الجرافت، تعالوا نكسرها ونزرع العيان. حلو جدا، هيبطل ليفل. طب هيرجع الليفل يعمل ريجكشن؟ للاسف ممكن، يعني ممكن تكسرها اسابيع وبعد كده تلاقي الليفل تاني رجع. فهم دلوقتي بيحاولوا ان هم يلاقوا وسيله ان هم ينتهين هذا في النقطه. ثانك يو فيري ماتش. اول حاجه عاوزين احييك دكتور هاني، يعني ما شاء الله يعني حضور قوي وحضرتك هاضم الداتا يعني تقريبا ما فوتش حاجه يعني من الحاجات المهمه. نقطه بسيطه بس عاوز اقولها على السي او كيمو، يعني يمكن في وقت من الاوقات انا كنت من الليتريتشر بقول ان في كلام القصه فيري ديفيكالت وفيها تكنيكال بروبلم، يمكن الليتريتشرز كلها معظمها الوقت السي او كيمو مهم جدا. الحاجه الثانيه اللي في المؤتمر احد الناس في الاميونولوجي قال جمله بمنتهى الجمال يعني احب اقولها، انه السي 1 كيلو بوزيتيفيتي از ريليتد للتتر اوف انتي بودي، فكل ما زاد التتر اوف انتي بودي كل ما كان اللايك لود اوف بوزيتيفيتي للسي 1 كيلو موجوده، فده يزيد من خطوره البوزيتيفيتي اللي معناها بتتعامل مع هاي ليفل من الانتي بوديز. بنشكر حضرتك شكرا جزيلا، و احنا لسه الوقت المفروض كان محاضرتين وكويز، لكن اتفقت مع الدكتور طارق مدحت علشان هو عمل مجهود كبير جدا في المحاضره واكاديميك قوي جدا، وبصره سكان بليجنس يبقى محتاجه ورك شوب لوحدها، فهنستقبل الميتنج تاني ان شاء الله في القريب العاجل، وهيبقى مسك الختام استاذ الدكتور سمير صبري الفاكسينيشن تو بريفنت الانفكشن بوست ترانسبلانتيشن.